رمضان كريم من بيروت لكل الدول العربية. نحن السنة كتير متحمسين نشوف مسلسل الحشاشين لأنه صلنا سنوات عم ينحكى عنه، خصوصا أنه مسلسل تاريخي وقليل ما بنشوف مسلسلات تاريخية مشغولة بشكل جيد، وخاصة أنه في جو بوليسي واغتيالات وكذا. كمان عنا يحيى الفخراني الرائع، أنا بنتظره يعني كل سنة. يحيى الفخراني طبعا بمسلسل عتبات البهجة، وإن شاء الله بيكون رمضان في نوع من البهجة عليكم. طبعا حبيب قلبي خالد نبوي بحبه كتير، ونور نبوي بإمبراطورية ميم، وطبعا نالي كريم الرائعة اللي كل سنة بتتميز بأداء جيد ومتجدد بفراولة.